تاني حاجة من الدوافع الطبيعية، الطبيعية احنا بنتكلم في الطبيعية اللي هي الأساس لسه، كل ده احنا في الأرضية لسه. الدافع الاجتماعي، عايز عيلة، عايز أسرة صغيرة بتاعته تكبر بيها الأسرة الكبيرة اللي هو فيها، مش متجوزين بعض عشان نقطع صلة أرحام بعض، معلش ده ولا هو يزور حد ولا الكلام. زوجة بتحب زوجها أنانية في حب بتاعي لوحدي، تروح لاختك ليه؟ تمنعه من اخواته ومن امه ومن اهله ومن اصحابه والدنيوك لواحد راجل يزهق، خان تقول لك يقول لك خنيقه خنقتني، هو كمان يعمل يقول انا بخير عليها، يمنعها من اهلها واصحابها وتحس ان هي خلاص بقت هيزبونا لوحدها، حتى بنات العيله بنات اخوالها وعمامها لا. الا اذا تركزوا يا بنات، كان في مخالفه شرعيه حقيقيه، لو في القعده اللي انت رايحه لها او في المكان اللي انت فيه لا، او بتروحي تقومي قلبينك عليه وخربين البيوت، قلبينك على جوزك بقى وخربين البيت بنصايح غلط، او مكان فاسد في معاصي لا لونه يمنعها من الذهاب. لكن خلاف كده بالراحه، مش جايبين بعض نقطع بعض، احنا جزء من عيله كبيره جميله. حكيت لكم مره على قصه على واحده جايه وخايفه وعيله ومش عارفه ايه ورا كذا والكلام بقى اللي بتسمع، وبعدين اول حاجه حصلت لها جريت تحت عند حماتها قالوا لها اهلا بك عضو جديد في العيله. فين لما اكتشفت؟ تقول لك بعد سنه، اكتر من سنه. ثالث حاجة من الحاجات الطبيعية، بنحب الأبناء، عايزين عيال، إشباع غريزة الأمومة، نفسي أبقى أم، نفسي أبقى أب، دي الفطرة. بس لازم اتفاق بقى من البداية. طب يا جماعة ما الحاجات دي عادية، دكتورة هالة إيه مش متجوز هنخلف، حاجات طبيعية. إحنا بقينا في زمن، ركزوا معايا، كل واحد دلوقتي مخترع له أسباب، عارفين أنتوا بقى تناقض الفطرة والطبيعة أصلا. تلاقي زوجة عايزة تكمل الماستر ولا الدكتوراه وتكمل بقى يعني إيه تحقيق الذات وهكذا، فتأجل الخلفة 6 سنين، دي كانت حالة من الحالات. مش منطقي يا جماعة، مش منطقي تماما، بيحدث 6 سنين. ممكن مثلا نأجل سنة، نأجل سنة ونص، سنتين بالكتير، لكن أكتر من كده ليه؟ وخصوصا لو هو عايز يجيب عيال وهو لسه سنه صغير، وهو صغير في السن يقول لي ما بقاش في فرق سن كبير بيني وبين أولادي، فرق جيلين، أو يتربوا في عزي وفي شبابي، فلا اتفقوا على النقطة دي من فضلكم، والكلام فيها وضوح وصريح، ما جيش حد يقول لك اتفقنا في الخطوبة قوم جاي ناقض بعد الزواج، لا ليه؟ ما المؤمنين عند شروطهم. او زوج مش عاوز خلفه ويطلب يطلب من زوجته لا هو كده ولازم تعملي الكلام ده وتاخد وسيله منع حمل في اول الزواج، وده خطر على العروسه. العروسه الجديده تاخد وسيله للمنع والكلام ده، لازم استشاره طبيبه نساء وتشوف ايه المناسب ليها والانسب ليها. وانا عن نفسي انصح بعدم اخذ البنت العروسه اي وسيله للكلام ده، بيحصل مضاعفات اقسم بالله وحاجات خطر جدا، يبقى نفسهم بعد كده لما يشيلوا وسيله يخلفوا ما بيعرفوش ويتاخر الحمل، وابتدي نعالج بقى المشاكل اللي سببها وسيله منع الحمل في اول الزواج. نتكلم اه تمام في تنظيم في ان احنا نجيب كذا نجيب بعد سنه كذا، جميل. وكان موجود العزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حديث مين؟ جابر بن عبد الله، كان بيقول كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتمام حلو، اختاروا انسب شيء اللي يعمل، يبقى انسب حاجه العزل، لكن انك تاخدي حاجه والكلام ده لا، وانت اللي عايز عايش حياتك. وما نطولش، ما نطولش في الفترة دي، ما نطولش ان انا اجل خلفة اكتر من سنة او سنتين بتاع، لو بدفع سفر بدفع دراسة بدفع حاجة، ولكن اكتر من كده صعب جدا. طيب يبقى الحاجات دي من الحاجات الطبيعية اللي نتفق عليها.